بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بأبنائنا الطلبة أينما كانوا فرع العلمي. اليوم بإذن الله سندرس الدرس الأول مهارات التفكير العليا. كما تعلمون أن المنهاج الجديد يحوي أسئلة مهارات التفكير العليا، وهي الأسئلة توجه الوزارة بأن تكون عليها ما لا يقل عن 28% من أسئلة الامتحان الثانوية العامة. تبدأ هذه الأسئلة مهارات التفكير العليا بالسؤال رقم 35 في الكتاب، وهو من النوع التبرير، بدك تبرر. هذا السؤال في عندي اقتران كما تشاهدون، اقتران أسي مع خطي. هذا الاقتران معطيني ايه عدد حقيقي، بيطلب معادلة المماس عند نقطة تقاطعه مع محور واي. كما تعرفون اي معادلة لخط مستقيم احتاج معلومتين، المعلومة الاولى اللي احتاجها النقطة، والمعلومة الثانية اللي احتاجها اللي هو الميل. الميل بنطلعه من المشتقة، الميل من المشتقة لنقطة التماس لـ x1 والنقطة لـ x1، و f الاقتران الأصلي لـ x1 أو x1 y1. هاي هي النقطة. لنرى السؤال الآن إيش معطيني، بده عند نقطة تقاطعه مع محور y. إذن بالنسبة للنقطة نبدأ فيها، ما تقاطعه مع محور واي، أي عندما متى الاقتران يقطع محور واي؟ عندما إكس يساوي صفر. فبنعوض واي بدل إكس يساوي صفر هون بالاقتران، إي الصفر زائد ناقص إي مضروبة في صفر. طبعا تعلمون أنه إي الصفر هاي بتساوي واحد ناقص صفر، إذن واي يساوي واحد. إذن استنتجنا أن النقطة اللي بيحكي عنها نقطة التماس هي صفر مع واحد. ليش؟ لأنه أي اقتران يقطع محور واي عندما تكون إكس صفر، هاي إكس وان هاي واي وان، تمام؟ طيب بنروح الآن نطلع المشتقة عشان الميل. يلا المشتقة تساوي مشتقة إي أس إكس كما هي، إي أس إكس ناقص إي مشتقة إي إكس إي. عندما إكس يساوي صفر بدي المشتقة، عندما إكس يساوي صفر المشتقة لما إكس يساوي صفر بنعوض صفر، يلا إي الصفر ناقص إي وبيعطي واحد ناقص إي. هاي واحد ناقص إي اللي هي الميل. إذن أنا الآن عرفت الميل، هذا هو الميل. الآن بنروح بنطلع معادلة المماس. المعادلة بتقول y ناقص y1 تساوي الميل في x ناقص x1. الآن y ناقص y1 طلعناها واحد تساوي الميل واحد ناقص إيه، ننتبه هون إني أحطها بين قوسين، واحد ناقص إيه، ما بصير لو تركتها بدون قوس تكون الإيه هي المضروبة فيما بعد. إذن هذا كله الميل مضروب في إكس ناقص صفر، يعني في إكس، فتصبح كالتالي واي ناقص واحد تساوي إكس ناقص اي اكس. نقدر نجيب الواحد عندها، اذا واي تساوي
او اني بخليها زي هيك، واحد ناقص اي لحالها مضروبة في اكس، وبجيب عندها الواحد اللي عند الواي زائد واحد. ما في تبسيط ابدا غير هيك. اذا هاي هي معادلة المماس عند النقطة التقاطع مع محور. السؤال الذي يليه سؤال 36، معطيني اقتران متشعب والشعبة الأولى إكس تربيع إذا إكس أقل أو يساوي 2، وإم إكس زائد بي إذا إكس أكبر من 2. بدو قيمة إم وبي اللتين تجعلان إف قابل للاشتقاق عند جميع قيم إكس. شوفوا، هو المشكلة وين؟ عند نقطة التشعب فقط. مدام يعني تحت الاثنين اكس تربيع قابلة للاشتقاق، وفوق اثنين قابلة للاشتقاق لانه على صورة كثير حدود، لكن المشكلة عند اثنين. حتى يكون قابل للاشتقاق في حاجتين، حتى يكون قابل للاشتقاق، هيها هون قابل للاشتقاق في شيئين بدنا ندرسهم. انه اول اشي يكون الاقتران متصل، انا يهمني عند اكس يساوي 2 الاقتران متصل عند اكس يساوي 2، هاي المعلومة الاولى. كمان المشتقة للاثنين من اليمين تساوي المشتقة للاثنين من اليسار. هذول المعلومتين هم اللي بيوصلوا لي ويطلعوا لي قيمة بي وام. طيب الآن أنا كيف بدي، شو يعني متصل؟ يعني النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار، أي أن كلمة متصل تعني أن limit لـ fx لما اكس تقترب لاثنين من اليمين تساوي ليميت لاف اكس لما اكس تقترب لاثنين من اليسار. هاي معنى كلمة متصل. عوض اثنين هون تحت من اليمين يعني اكبر من اثنين هون، بعوض اثنين هون فبيصير ام ضرب اثنين زائد بي تساوي الليمت من اليسار، بعوض اثنين هون عند الاقل من اثنين، عوض اثنين تربيع، فبيصير هون عندي المعادلة اثنين ام زائد بي تساوي اربعة. هون بوقف لاني ما اقدر اكملها لان فيها متغيرات اثنين. اذا هون هاي المعادلة نقف عندها. الان بنروح شو يعني مشتقة من اليمين، شو يعني مشتقة من اليسار. ما في داعي هون اروح على تعريف المشتقة، ليش؟ لانه ما قال لي اثبت قابلية للاشتقاق، هو يقول لي قابل للاشتقاق، فمعناته المشتقة المشتقة لاكس معنى ذلك ما دام انه قابل للاشتقاق المشتقة لاكس راح تكون زي هيك. هون راح تكون 2 اكس اذا اكس اقل من 2، حتى لو حطيته يساوي 2 لانه قال لي قابل للاشتقاق عند جميع قيم اكس الحقيقية. وهون شو المشتقة؟ راح تروح بي لانها ثابت، ومشتقة ام اكس بتعطي ام اذا اكس اكبر من 2. تمام. الان المشتقة من اليمين للاثنين راح تكون ام تساوي، ليش؟ لانه اكبر من 2 هون اليمين. المشتقة من اليسار يعني عند اكس اقل من 2 راح تكون 2 في 2، وهون بتصير ام تساوي 4.
بعد ما أنا عرفت قيمة M إنها 4، برجع هون عشان أعرف قيمة B، فنقول 2 في 4، هاي نجيبها هون مع هاي، بيتحدوا بيطلعوا لي قيمة B. 2 في 4 زائد B يساوي 4. 8 زائد B بتساوي 4، معنى ذلك إنها B بتساوي سالب 4. إذن هيك أكون عرفت قيمة B وقيمة M، حتى يكون في عندي شرطين رئيسيات، الاتصال، والشرط الثاني المشتقة من اليمين تساوي المشتقة من اليسار. والاتصال يعني الليمت من اليمين يساوي الليمت من اليسار، تمام؟ إن شاء الله. سؤال التحدي، سؤال 37، يقول اثبت عدم وجود مماس ميله يساوي 2. يعني ما لو اشتق وساوي بالاثنين، لانه الميل هو المشتقة، انه المعادلة ما بتنحل. خلينا نشوف، الميل يساوي المشتقة، احنا نفترض انه فيه، احنا بدي هذا اسمه البرهان بالعكس، يعني اني افترض انه فيه وبثبت انه بعدين انه ما فيه، يكون فرض يكون خطأ. يلا، المشتقة تساوي شو؟ مشتقة 2 اس اكس، 2 اس اكس اي اس اكس نفسها، زائد مشتقة 3 اكس 3، زائد هاي مشتقتها كم؟ 3 في 5 15 اكس تربيع، تمام؟ بنرتبها، زائد 15 اكس تربيع زائد 3. طيب هو يقول لو افترضنا انه بيساوي 2، نفرض هون وجود مماس ميله 2، يعني المشتقة بتساوي 2، تمام؟ على فرض، يعني بمعنى آخر إنه 2 في E أس X زائد 15 X تربيع زائد 3 يساوي 2. هسا بنشوف إنه بنطلع قيمة لـ X تساوي هذا الإشي أم لا. الآن بروح أطرح 3 من الطرفين، ناقص 3 ناقص 3، فبيصفي عندي 2 اي اس اكس زائد 15 اكس تربيع بدها تساوي سالب 1. طيب لكننا نحن نعلم انه 15 اكس تربيع هذه دائما موجبة أو صفر، يعني من صفر فما فوق، لأنه إكس تربيع بيعطيك موجب، موجب في 15 يعني هاي دائما أكبر أو يساوي صفر. ونعلم أنه 2 في إي أس إكس شو ما وضع، إي عدد موجب، فشو ما وضعنا بإكس هون راح يبقى أكبر من صفر، هاي ما بتساوي صفر، أكبر من صفر، بينما هاي ممكن تساوي صفر. طيب أكبر من صفر زائد أكبر أو يساوي صفر، فمستحيل يساوي عدد سالب، إذن جمعهم لا يساوي عدد سالب أبدا.
إذن إيش؟ إذن فرضيتنا خاطئة، فرضيتنا فرض اللي فرضناه هون نفرض هذا خطأ، طلع خطأ. إذن الفرض اللي إحنا فرضناه شو ماله؟ الفرض خاطئ اللي إحنا فرضناه، افترضناه. إذن ما بيصير، إذن لا يوجد مماس ميله اثنين، تمام؟ وصلنا سؤال ثمانية، وصلنا سؤال 38 39 كلهم على اقتران واحد، هذا هو الإجابة، راح تكون بدلالة K. أولا شوف K أكبر من صفر، وكان منحناه يقطع محور واي عند النقطة P. أجيب عن الأسئلة التالية: اجد نقطة تقاطع المماس مع محور X. مش الاقتران هذا، هذا ما بيقطع محور X لأنه محور X خط تقارب له. أما بده المماس وين يقطع محور X. إذن الخطوة الأولى نروح نطلع معادلة، معادلة المماس. بعد ما نعرف معادلة المماس بنحط بدل واي صفر عشان نعرف وين يقطع محور اكس. هذا اوكي، بعد ما نطلع معادلة المماس بنحله. ثم هون اذا كان العمودي على المماس برضو بنطلع معادلة العمودي على المماس. يمر بالنقطة هاي طلع كي، راح بنطلع له كي. يا اذا كله يتمحور عند معادلة المماس والعمودي على المماس. يلا معادلة المماس، شو بدها معادلة المماس؟ بدها نقطة وبدها ميل، تمام. النقطة وكان منحناه يقطع المحور واي عند النقطة بي، فالنقطة هي بي، يعني نقطة تقاطعه مع ما النقطة هي بي، لأنه هون يقول جد نقطة تمام عند النقطة بي. وش هي بي؟ اللي يقطع المنحنى مع محور واي، يعني لما اكس صفر عوض اكس صفر اي الصفر واحد في كي كي. اذا النقطة بي وهي، يلا قولوا لي ايش هي؟ وهي صفر مع كي. ليش؟ عوضت بدل اكس صفر اي الصفر واحد، ضرب كي بيظل كي. اذا هاي النقطة P. الآن الميل هو المشتقة، تمام. شو مشتقة K في E أس X؟ بتظل نفسها K في E أس X، نفس الشيء لأنه مشتقة ال X واحد. الآن الميل يساوي المشتقة، المشتقة لما اكس يساوي صفر، عند اكس يساوي صفر، وهذه لما بنعوضها نفس الاقتران تطلع كي. يا سلام، عرفنا الميل انه كي، وعرفنا الميل لمين؟ للمماس مش للعمودي. العمودي هسه بنشتغله. اذا معادلة المماس، معادلة المماس، ما بديش المرة هاي استخدم y ناقص y1 يساوي m في x ناقص x1، بدي استخدم هاي المعادلة y يساوي m في x زائد b. متذكرينها انه m هو الميل و b هي المقطع مع محور y. ليش؟ لاني عارف المقطع هايو، فليش اغلب حالي بهذيك المعادلة؟ إذن y يساوي k في x زائد k.
هذا المقطع. تمام، يا سلام يا سلام يا سلام. هذا ميل الماس، كي في اكس، او حتى لو طبقت المعادلة. الآن بدي أروح أشوف قصة سؤال 39، شو بده؟ أنا طلعت ميل المماس بدلالة كي. بيقولك إذا كان العمود على المماس عند النقطة بي نفسها يقطع محور إكس عند صفر ومية، فما قيمة كي؟ طيب، أول إشي النقطة نفسها صفر وكي، والعمودي على المماس يمر فيها، وميل العمودي شو يساوي؟ ميل العمودي سالب واحد على ميل المماس، وميل المماس هون طلعناه كي، اذا سالب واحد على كي، هذا ميل العمودي. الان معادلة العمودي نفس الاشي، اقدر استخدم هاي المعادلة الابسط، هاي حلوة وكويسة وهذيك كويسة، بس هذه أسرع. معادلة العمودي واي يساوي ام في اكس، يعني سالب واحد على كي في اكس زائد كي، كي اللي هي المقطع. تمام، الآن يمر بالنقطة مية وصفر، هذا العمودي يعني اكس وواي، بحط بدل واي صفر وبحط بدل اكس مية، يساوي سالب واحد على كي مضروبة في مية زائد كي. تمام، يعني بتصير سالب مية على كي، ونقولها على الجهة الثانية، يعني بتصير مية على كي بتساوي كي. نعمل على ضرب تبادلي، مية كي بتصير كي تربيع تساوي مية. الآن كي تساوي موجب أو سالب جذر المية، واللي هي موجب سالب عشرة، بس هون بالسؤال معطيني انه كي اكبر من صفر، فعلى طول كي شو بدها تساوي؟ عشرة، وليس سالب عشرة، عشرة. تمام، عشان ما تقولوا نسينا السالب عشرة، لا ما نسيناها، كي يساوي سالب عشرة، بس هو اعطاني انه كي اكبر من صفر. اذا هيك عرفنا كي، ونراجعكم فيه على السريع. انت بترجع بالفيديو كمان اذا ما فهمت. مطلوب نقطة تقاطع المماس عند النقطة بي، طبعا طلعنا بي وهي المقطع مع محور واي، عوضنا بدل اكس صفر وطلع كي، ثم اشتقينا عشان نطلع الميل وطلع مشتقته نفسه، وعوضنا بدل اكس صفر وطلع كي، وعوضنا هون في المعادلة وطلعت معادلة المماس بهذا الشكل. تمام، لو طبقنا المعادلة هذيك اللي بتقول y ناقص y1 تساوي الميل في x ناقص x1، صح، لكن كوني عارف المقطع استخدم هاي أسرع لك. تمام، ثم حلينا السؤال بناء على انه ميل العمودي عارفينه، وهون طبقنا وعوضنا وطلعنا كي. يعني مهارات تفكير عليا سهلة هاي. بنروح على سؤال 42، 43، 44، جايين على سؤال واحد. تي أكبر من صفر وعندك اس للتي، هذا هو 4 ناقص ساين تي، حيث سي بالأمتار والزمن بالثواني. جد سرعة الجسم المتجهة وتسارعه بعد تي ثانية. السرعة المتجهة كلكم تعرفوها انها في للتي تساوي مشتقة اس، واللي هي تساوي بروح الاربعة مشتقة الساين كوساين، يعني سالب كوساين
سالب كوساين تي. ضبطها أحسن لأني بكتب على طاولة، مع إذا حركت يدي ما بتزبط معي. سالب كوساين تي، هاي السرعة بعد تيزا. هون يقول أجد موقع الجسم عندما كان في حالة سكون أول مرة بعد إطلاقه. ها، بعد إطلاقه متى يكون الجسم في حالة سكون؟ يلا، يكون الجسم في حالة سكون عندما السرعة تساوي صفر، يعني عندما V تساوي صفر، يعني سالب كوساين تي يساوي صفر. تمام؟ متى الكوساين صفر؟ يعني كوساين تي راح يكون صفر متى؟ طبعا تي عندي أكبر من صفر مشرط علي، عند الصفر لا، بظل عند البايعة اثنين، أول مرة بيكون عند البايعة اثنين. إذن لما تي تساوي بايعة اثنين بيكون في حالة سكون. طيب هو شو بده؟ ما بده متى، بده الموقع. إذن الموقع اللي مطلوب، احنا بنحل بسؤال 43 بعد ما طلعنا تي، الموقع هو اس لمين؟ للبايعة اثنين، وتساوي بنعوض هون أربعة ناقص ساين البايعة اثنين، وساين البايعة اثنين طبعا واحد، أربعة ناقص واحد ويساوي ثلاثة، معطيني الاس بالأمتار، إذا ثلاثة متر عن بداية انطلاقه يكون موقعه. طيب خلصنا هذا السؤال 43، بدنا نحل سؤال 44. جيت موقع الجسم، شوفوا كيف، عندما يصل أقصى سرعة. وينها؟ في للتي تساوي سالب كوساين تي. هون مهارات التفكير، هون شطارة الطلاب الشاطرين. متى يصل الجسم لأقصى سرعة؟ هيا بغير اللون عشان انتو تتفكروا. تعرفوا الكوساين أعلى قيمة له واحد، بس هون مضروبة بسالب، يعني كأنه عندما يكون كوساين تي سالب واحد، عشان سالب في سالب بيصير موجب واحد، لأنه أقصى سرعة هي واحد. تمام؟ وهذا الحكي لما تكون تي تساوي باي. كيف الأستاذ طلع؟ أعيدها، أقصى سرعة، أقصى سرعة يعني أكبر قيمة لاقتران السرعة. كلكم تعرفوا انه اكبر قيمة للكوساين هي واحد، بس لو عوضت واحد بتكون سالب في واحد سالب واحد، انا بديها اكبر اشي، فبتكون لما يكون الكوساين عند اصغر قيمة له سالب واحد، عشان اضربه بالسالب يصير واحد، وهذا الحكي عند تي يساوي باي. فالموقع عند الموقع لما تي تساوي باي، لأنه هي اللي بيكون عندها أقصى سرعة أو أكبر قيمة للسرعة، تي تساوي باي، إذن إس للباي، واللي هو يساوي أربعة ناقص ساين الباي، ساين الباي صفر، أربعة ناقص صفر ويساوي كم؟ ويساوي أربعة. هيك نكون حلينا أسئلة مهارات التفكير العليا للدرس الأول، وشكرا لكم واستماعكم واهتمامكم، وراجيا منكم مشاركة
القناة هذه عندكو عشان بيظل أي معلومات جديدة بتنزل لكو على طول تشوفوها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.